السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد النهاردة المحاضرة الثانية من البون. كنا بدأنا المرة اللي فاتت عن الجنرال ستراكشر بتاع البون والحاجات الموجودة فيه، الماتريكس بيتكون من ايه والخلايا اللي موجودة فيه والديستريبيوشن بتاعها. هنا بقى هنقسم البون لنوعين مهمين، هو كومباكت اند كانسلس بون. هو الكومباكت بون، والكومباكت بون ده بيتكون من ثلاث ايتمز كبيره، هما البيري اوستيوم الاندوستيوم، هافيرجيان سيستم او اوستيونز، والفولكمانز كانال. شكل الكومباكت بون زي ما احنا شايفين، دي دايجرام انا ببص عليه باللايت مايكروسكوب عشان اشوف الكلام اللي احنا شايفينه ده. تمام، بصوا بقى نشاور على الكلام اللي انا عايزه اقوله. البيريوستيوم هو اللي بيحيط بيه من الخارج، زي ما اتفقنا في المحاضرة اللي فاتت قلنا ان هو بيغلف البون من بره، والجزء اللي من جوه ده اللي هو الاندوستيوم اللي هو الفيسينج البون مارو سبيس او الميدولاري كافيتي. لو انا شفت ما بين البيريوستيوم ما بين الاندوستيوم، هو ده اللي انا بسميه طبعا ايه، الماتريكس والبون كونتنتس. الديستريبيوشن بتاع الخلايا، لو انتوا فاكرين كنا بنقول ان في لير من الاوستيبروجينيتور سيلز اللي هي اللي بتعمل انر سيلولار لير اوف ذا بيريوستيوم، يليها لير من الاوستيوبلاست، وبعد كده الاوستيوبلاست دي انترابد في البون ماتريكس وبتبقى سراوندد ويز كاناليكولاي اوكيباينج لاكيونا اللي بنسميها الاوستيوسايت. الاوستيوسايت بقى في الكومباكت بون بتاخد ديفرنت ارينجمنت. الارينجمنت اللي في البدايه اللي انتوا شايفينه من فوق ده بسميه اوتر سيركمفرنشال لاميلي، طبقات من الاوستيوسايت بتبقى ارينجد تحت بعض وبتبقى ناحيه البريوستيوم، فبسميها اوتر سيركمفرنشال لاميلي. واللي من تحت بقى طبقات برضو من او لاميلي من لايرز من الاوستيوسايت بتبقى ارينجد ناحيه الاندوستيوم، فبسميها انر سيركمفرنشال لاميلي. يبقى اول ترتيب للاوستيوسايت هو اوتر وانر سيركمفرنشال لاميلي. نيجي بعد كده للترتيب الاكبر، هو بيبقى عبارة عن كونسنتريك لاميلي حوالين بعض. معنى كونسنتريك يعني بتبقى arranged around center. السنتر بتاعي هنا هو ايه؟ هو الهافيرجن كانال. هافيرجن كانال يبقى الهافيرجن كانال دي عامله لي السنتر اللي موجود فيها بلاد فيزلز ونيرفز، وحواليها بتبقى surrounded with osteocyte عامله لي concentric لاميلي. وعشان افتكر كلمه concentric اربطها على طول بانها ايه، around central canal اللي هي الهافيرجن كانال. الكلام اللي انا بقوله ده بسميه اوستيون او هافيرجن سيستم. يبقى لو حد سالني ايه هي الهافيرجن سيستم، الهافيرجن سيستم هو عباره عن سنترال كانال او هافيرجن كانال اوكيوباينج السنترال اريا وكونتيننج بلاد فيزلز اند نيرفز، والاوستيوسايت ارينجد ان ذا فورم اوف كونسنتريك لاميلي اراوند. ان بتوين طبعا الجزء ده موجود فيه طبعا عدد كبير جدا من الايه، من الاوستيون او الهافيرجيان كانال. ان بتوين الهافيرجيان كانال بيبقى بعض من الاوستيوسايت بتبقى هاز نو ارينجمنت، مش انفولفد في الاوستيون، وبسميها انترستيشيال لاميلي. يبقى ايه هي الانترستيشيال لاميلي؟ هي عباره عن اوستيوسايت distributed are in between the Havergian system أو in between the osteon، وبسميها الانترستيشيال لاميلي. يبقى الستراكشر بتاع الكومباكت بون باللايت مايكروسكوب بداية من البيري اوستيوم ونهاية بالانترستيشيال لاميلي. تمام، زي ايه؟ زي الشافت اوف ذا لونج بون. احنا طبعا اخدنا في الاناتومي اللونج بون، واخدنا ان اللونج بون بتتكون من شافت وهيد. الشافت ده اللي هو المقصود بيه الديافيسس، وكمان موجود في الاوتر بارت بتاع الابيفيسس، وموجود في الاوتر بارت اوف شورت اند فلات بونز. يبقى الاماكن اللي وجود الكومباكت بون مهمه جدا ان انا ابقى عارف موجود فين الكومباكت بون، علشان الهيستولوجيكال ستراكشر بتاع الاجزاء دي هنعرف ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل الاماكن دي كومباكت وليست كانسلس. الشريحه
الظريفة دي، ده 3 دي دايجرام عشان يبين لي يعني ايه الكونسنتريك لاميلي، يعني ايه اللاميلي دي ممتدة بطول البون. شايفين كده؟ ادي اللاميلي دي قريبة من الهيفيرجن كانال، ماشي ماشية. طبعا الاوستيوسايت هي اللي في النص، وان بتوين الاوستيوسايت عبارة عن ماتريكس. الماتريكس ده فيه الكولاجين تايب 1 اللي احنا عارفينه. شايفين الكولاجين فايبرز ماشية ازاي هنا وهنا ماشية ازاي وهنا ماشية ازاي؟ كل التشابك ده الغرض منه ان هو بيحافظ على الاستابيليتي بتاع الماتريكس. يعني متخيلين لو هم كلهم في نفس الناحية، لا كان اي ضغط على البون هتلاقي البون ايه اتأثر. لكن شايفين الفايبرز ماشية هنا وبعد كده ماشية هنا وماشية هنا، فده بيدي استابيليتي للبون وبيديها الجود سبورت للهيومن بودي، لان السكيلتون ده هو الكاري كل جسمك. يعني تخيل ناس كده 100 كيلو ولا 90 كيلو، ازاي البون ده هو اللي بيشيلها، بيشيل كل ده. فبالتالي التصنيع بتاع البون وحكمة ربنا والتأمل في صناعة البون دي طبعا شيء يعني سبحان الذي أبدع. يعني دي برضو 3 دي للأوستيوسايت اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت، يمكن هنا واضحة بطريقة أكتر. ادي البروسيسز بتاعت الاوستيوسايت وهي ماشيه. شايفين الكناليكيولاي كده كانها طبعا حفره في البون وماشيه فيه علشان تحصل على النيوتريشن بتاعتها. دي طبعا هافيرجا كانال وهي البلاد فيزل سواء كان ارتري او فين، والنيرف اللي موجود فيها. وطبعا النيرف هنا ليه دور مهم طبعا في السنسيشن بتاع البين، يعني البين بتاع البون ان شاء الله يعني ربنا يعني يحفظكم، لكن البين اوف ذا بون از فيري 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 سيفير بين. وده جاي طبعا من الجود نيرف سبلاي للبون عن طريق الهافيرجيان كانال and extending to the volcumens canal. نشوف النوع التاني من البون اللي هو الكانسيلاس بون. والكانسيلاس بون الاسماء كتيره بتاعته بقى، يعني بيقولوا عليه كانسيلاس، بيقولوا عليه سبونجي بون. ده من اسمه كده سبونجي بون، يعني زي الاسفنج. عارفين حد شاف الاسفنج في النيتشر؟ هنلاقي الاسفنج مليان فراغات، مليان فراغات، والفراغات دي متشابكه مع بعضها. لو حد دايفنج في البحر الاحمر او كده وشاف الاسفنج اللي هو تحت ده، هتلاقي الاسفنج ده كأنه كورة كده ومتشعب وماسك في بعض. نفس الكلام في الكانسيلاس بون، عشان كده جه الاسم بتاعه اللي هو السبونجي بون. والسبونجي بون ده بيبقى لما اجي اوصفه هقول عليه ان هو irregular trabeculae of bone separated by bone marrow spaces. يبقى هنا بقى افتقدنا لايه؟ افتقدنا للهافيرجن سيستم اللي هو كان مميز للكومباكت بون. هنا مفيش هافيرجن سيستم، لكن الاوستيوسايت arranged in the form of irregular trabeculae ومفصوله عن بعضها بالبون مارو سبيسز اند كونكتد with each other. بتتغطى باندوستيوم، بتتغطى من اندوستيوم. يبقى الكانسيلاس بون بيتغطى بالاندوستيوم فقط، لانه عاده بيبقى حواليه كومباكت بون، لكن المين بالك بيبقى كانسيلاس بون، وهنعرف من الاماكن اللي هو موجود فيها. هنلاقيه في السنتر بتاع الفلات بون والاريجولار بون في الجزء اللي في المنتصف. يبقى معنى كده ان في سن ريم من الكومباكت بون بتبقى حواليه، فبالتالي بتبقى كفرد ويز البريوستيوم. لكن الفلات بون في النص او الكانسيلاس بون اللي هو في النص مفهوش ايه؟ مفهوش اندوستيوم، لكن كفرد ويز ايه؟ ويز اندوستيوم فقط. بصوا كده، ادي الترابيكولي اللي احنا قلنا عليها الريجولار ترابيكولي كفرد ويز اندوستيوم اهي اهي، وادي واحده تانية وادي واحده تانية اهي الريجولار ترابيكولي كفرد ويز اندوستيوم. زي ما قلنا بيحاط من خارج بسين لير من الكومباكت بون اللي هي كفرد ويز ايه؟ البيري اوستيوم. في النص او اللي بيفصل البليتس دي هو البون مارو سبيسز، بون مارو سبيسز طبعا بكل ما فيها بقى من الكونتينس بتاعت البون مارو اللي هنعرفها في وقتها. الجزء ده لما اجي ابص عليه هلاقي ان الفراغات الكتيره دي بتدي ميزه مهمه قوي للكانسيلاس بون، ان هو بيبقى ايه؟ لايت ان ويت، خفيف.
خفيف، عشان كده بنقول عليه في الفلات بونز، واهم الفلات بونز هي السكال. فانا عايز السكال بتبقى ايه، خفيفه، ما تبقاش تقيله، لان دي من فوق، انتوا واخدين بالكم، انا لو راسي تقيله لو انا حاولتها او انا ميلتها مش هعرف ارفعها تاني، مش هعرف اركعها تاني. فبالتالي برضو من المزايا اللي هو بيبقى ترابيكيولي وان بتوين بون مارو سبيسز كتيره، ان هو يبقى اللايت، ماشي، لايت بون او خفيف الوزن. ادي اهي اللي احنا بنقول عليها اهي، دي الكانسيلا بون، واخده معظم السنترال بارت او كل السنترال بارت بتاع الفلات بون، وايضا الريجولار بونز، ومتغطيه بس بسن ريم من الكومباكت بون حواليها من فوق، من بره ومن جوه اهي. عشان كده قلت ان البري اوستيوم بيغطي الكومباكت بون، لكن الكانسيلاس بون جوست عباره عن البليتس دي، ومتغطيه من جوه او متغلفه بالاندوستيوم. فهمنا كويس بتاع، اعتقد ان شاء الله تكون الفكره وصلت. او لو انا بصيت كده يا جماعه على البلونج بونز دي، عشان تفهمني بس الجزء الخاص بتوزيع الكومباكت والكانسيلاس بون في اللونج بون، زي ما احنا عارفين اناتوميكالي واحنا اخدناها في اكيد في الاناتومي، ان اللونج بونز بتتكون من 3 اجزاء، الجزء اللي من فوق ده اللي هو الابيفيسيس، والجزء اللي في النص اللي بيوصل اللي واصل ما بين الابر بارت والميدل بارت اللي هو الميتافيسيس، والجزء الاكبر هو الابيفيسيس. لو انا بصيت على الابيفيسيس هلاقي او اللي احنا بنسميه الشافت بتاع البون لونج بون، هلاقي هو عباره عن كومباكت بون اهو، كل الجزء ده كومباكت بون، كل الجزء ده كومباكت بون اهو، وفي النص في وايد سبيس اللي هو انا بسميه ميدالري كافيتي، وده بيبقى اوكيوباينج للبون مر. الميتافيسيس والابيفيسيس بتبقى السنترال بارت بتاعها كلها عباره عن سبونج بون او كانسيلاس بون، والكومباكت بون بس بيكمل في الحته بتاعت الجزء بتاع الميتافيسيس، ماشي، لغايه ما بيوصل عند الابيفيسيس ما بيختفي، فالابيفيسيس كلها كانسيلاس بون، تمام. بسمي السيرفس ده اللي هو بيبقى عباره عن ارتيكولار كارتريج او ارتيكولار سيرفس بتاع البون، اللي هو بيبقى كفرد ويز ارتيكولار كارتريج. لو انتوا فاكرين اللي اخدتوه في الكارتريج بيبقى نوعه هايلاين كارتريج. في الهايلاين كارتريج ده، وفي جزء تاني برضو هنلاقيه في البون هايلاين كارتريج اللي هو الجزء ده اللي انا بسميه بيفيزيال لاين، وده بيبقى لغايه الاند اوف تشايلد هود، بيبقى بيختفي في بعد الادلت هود، وعشان كده بسميه اللي هو ايه، اللي هو اللاين بتاع الجروينج، الخط بتاع النمو. يعني اول ما الطفل بيوصل لمرحله الادلت هود البلوغ بيختفي اللاين ده اللي هو عبارة عن هايلاين كارتج. يبقى الهايلاين كارتج موجود في جزئين في اللونج بون، في البيفيزيال لاين وعند الارتيكولار سيرفيس بتاع البون اللي هو بيشارك في تكوين الجوينت، تمام. الصورة دي يمكن متكبرة شوية عشان توضح الكلام ده، شايفين ادي اهي، دي الكومباكت بون اكستنجد تو ذا ميتافيسيس لغاية ما ايه جوين مع الابيفيسيس بتختفي، بتلاقي كل الجزء ده عبارة عن كانسيلاس بون. طيب في موضوع مهم قوي لازم نعرفه، هو البون بيتكون ازاي؟ يعني هل انا الطفل في رحم الام بيبدأ تكوينه ببون على طول كده، يعني ولا بيبقى حاجة وبيتغير ويصبح بون؟ هنشوف الكلام ده تحت عنوان الأوسيفيكيشن أو فورميشن أوف بون إن يوترس، وده الأوسيفيكيشن اللي هي إيه، اللي هي معروفة باللغة العربية التعظم. هنتكلم عن نوعين من الأوسيفيكيشن بيحصلوا للإمبريو، النوع الأول اللي هو انتر ممبرين أوسيفيكيشن، والنوع الثاني إندوكوندرال أوسيفيكيشن. اول نوع عندي اللي هو الانترا ممبرينس، ده بيحصل في اجزاء من البون زي الفلات بونز، ومن امثلتها السكال والماندول والماكسيلا. الكونكتيف تيشو ممبرين اللي هو مقصود بيه طبعا الكونكتيف تيشو، ميزينكايمر كونكتيف تيشو، وفي خطوات بتحول للممبرين ده الى بون. اول حاجه لازم ابقى عارف ان الممبرين ده خاصيته اللي هو بيكون البون، خاصيته بتاع هايلي فاسكولارايزد، بتوصل له للخلايا اللي موجوده فيه اللي هي اندوفرانشيت ميزينكايمال سيلز اللي تعتبر ستيم سيل،
بتوصل لي سيجنالز، او سبحان الله يعني عند وقت معين بتحول، بتبدا الاندفرنشيت ميزنكايمال سيلز دي اكتيفيت و ديفايد اند ديفرنشيت انتو اوستيوبروجينيتور سيلز اللي احنا بنسميها بري اوستيوبلاست، وبتديني الاوستيوبروجينيتور سيلز دي اوستيوبلاست. الاوستيوبلاست لو انتوا فاكرين دي بدايه تكوين البون، اللي هي علشان كده قلنا بتساوي بون فورمينج سيلز. بيبدا الاوستيوبلاست دي بتبدا بقى بريسيبيتيت الماتريكس اللي احنا بنسميه اللي هو نيولي فورمد ماتريكس، اللي هو الاوستيويد. الاوستيويد اللي هو نيولي فورمد ماتريكس من الاوستيوبلاست يبدا يحصل له كالسيفيكيشن وترسيب للكالسيوم بداخله، وتبدا بقى البلاد فيزلز يطلع منها المونوسايت، وتبدا المونوسايت تعمل لي الفيوتشر اوستيوكلاست، والاوستيوكلاست بقى تعمل ريفورمينج للاوستيويد اللي اتكون على شكل ترابيكولار فورميشن، والجزء طبعا الخارجي هيبقى يعمل لي زي ما قلنا الكفرنج كومباكت بون اللي هو اللي احنا شفناه في الصور قبل كده في المحاضره الاولانيه، ان الكانسيلاس بون بيبقى في النص ويبقى كفرنج فروم اوتسايد بسن لاير من الكومباكت بون اللي هي بتتغطى بالبريوستيوم. السبيسز بقى اللي هي ان بتوين الكونكتيف تيشو بيتساب بون مار. شايفين الشكل ده؟ اكيد طبعا الصور بتمسك في الدماغ اكتر من الكلام. الشكل ده اللي هو الميزنكايمال كونكتيف تيشو زي ما احنا شايفين، دي اللي هي الاندفرنشيت ميزنكايمال سيلز، دي زي ما اتفقنا في الاول اهي بتبدأ بقى تديني الاوستيوبروجينيتور، وبعد كده الاوستيو بلاست. الاوستيو بلاست تبدا تعمل لي بريسيبيتيشن للماتريكس تبقى اللي هي الاوستيوسايت سوري الاوستيويد، والاوستيويد ده يبدا جرادولي انسيركلينج ذا سيلز فروم اول اراوند تصبح اوستيوسايت، وبعض من الخلايا اللي هي الاندفرنشيتد بقى اللي هي تبدا بقى تعمل لي بقى الاندوستيوم اللي هو كفرنج البون ترابيكولي، والبون مارو سبيس يتكون ثم البريوستيوم. في النهايه انا حصلت على فلات بون بالتركيب اللي انا ده. برضو المرحله اللي بعد كده اللي هي الترابيكولي اهي، يدخل بقى البلاد فيزلز تدخل جواها تعمل لي بون مارو سبيسز ماشي، وتبدا الاوستيوبلاست بقى تكون لي بقى الايه الكومباكت بون اللي هو زي ما اتفقنا اللي هو بيبقى سن لير حوالين الكانسيلاس بون. النوع التاني من الاوستيفيكيشن اللي قلنا عليه هو الاندوكوندرال اوستيفيكيشن. كلمه كوندو لما بتمسك في كلمه معناها ان في كارتليج، يبقى الاندوكوندرال اوستيفيكيشن اساسه كارتليج. الانترا ميمبرينس اوستيفيكيشن اساسه ميمبرين. عند الاندوكوندرال اوستيفيكيشن انا عندي بون، شكل بون لكن مصنوع من الكارتريج. ايه نوع الكارتريج؟ هو الهايلاين كارتريج. يبقى هنا عندي سكيلتون لكن السكيلتون ده مصنوع من الهايلاين كارتريج. انا بقى باخد الهايلاين كارتريج ده ريبليس، مش ريبليس، بيستبدل ببون، بيستبدل الى بون وليس ترانسفورم. خدوا بالكم من الكلمة دي كويس قوي، ريبليس يعني أنا بغيره وأحط بون، لكن ترانسفورم يعني بتحول، لا احنا ما بتحولش، احنا بيتغير إلى إيه أو بيستبدل ببون. يعني لازم نبقى عارفين إن الهايلاين كارتج ده بيبقى ريسمبل الفيوتشر بون، يعني هو كأنه بالظبط موديل، كأنه موديل مصنوع من إيه من الهايلاين كارتج. بيصنع او النوع ده بيبقى خاص بالشورت اند لونج بون، ان الكارتليج سيلز تبدا بقى تتغير تزيد في العدد وتزيد في الحجم مع تكوين البون كولر من البري اوستيوم والدخول البلاد فيزلز اليه عن طريق سبيسز بقى بتتعمل بالاوستيوكلاست اللي هي الفيوجن من المونوسايتس اللي هي في البلاد. يبدا بقى النيوتريشن تتقطع عن الكوندروسايت، تموت الكوندروسايت تسيب مكانها امبتي لاكيونا، يبدا البلاد فيزلز يدخل انفيدنج اللاكيونا دي ويتكون البون مارو سبيسز،
مع استمرارية الاوستيوبلاست انها بريسيبتيت الاوستيويد الاوستيويد وتعمل الاريجولار ترابيكيو اللي احنا شايفينها دي اللي هي بتبدأ ظهور الكانسيلاس بون. كده بقى يبدأ الريموديلنج يحصل بالاستعانة بالاوستيوبلاست وتبدأ تكون الكومباكتو بون على البريفري والكافيتي ده اللي هو اللي بيحمل البون مارو او الميدالري كافيتي. في نفس الوقت ظهر سكندري اوسيفيكيشن سنتر او مش نفس الوقت سوري بعديها بيظهر السكندري اوسيفيكيشن سنتر في الفيوتشر ايبيفيسيس. البلاد فيزل تدخل تبدا بقى كاري معاها الخلايا undifferentiated تبدا differentiated باوستيوبروجينتور اوستيوبلاست بريسيبيتيت الاوستيويد اللي هو بيقطع النيوتريشن عن الكوندروسايد. الكوندروسايد بقى ليفينج سبيسز تبدا السبيسز بقى تعمل لي بون مارو سبيسز ويزيد معاها البون بريسيبتيشن تعمل الترابيكولي وفي النهاية انا حصلت على ايه على كانسيلاس بون في الجزء ده. طيب مهم قوي ان انا ابقى عارف ان في جزئين بيظل الكارتريج موجود فيه وما بيتغيرش الى بون. الجزء الاولاني هو الابيفيزيال لاين اللي احنا قلنا عليه بيختفي عند نهايه التشايلد هود، والجزء الثاني هو الارتيكولار كارتليج اللي احنا قلنا عليه بيفتقد لوجود البريكوندريا. الارتيكولار كارتليج بيظل كارتليج فور ايفر، والابيفيزيال لاين بيظل كارتليج لغايه نهايه التشايلد هود وبدايه ايه الادلت ستيج، لان هو مسؤول عن الجروث اللي هنعرفه بعد شويه. يبقى انا هنا اخدت النوعين بتوع الاوسيفيكيشن اللي هو الانترامبرينس والاندوكوندرال. يبقى انا اعرف يعني ايه اوسيفيكيشن، يعني تعصب، يعني انا ما عنديش بون خالص وهبدا اكون بون. تمام. طيب ليه انا بقول الكلام ده؟ لان الموضوع اللي بعد كده ايه اللي هو الجروس، جروس اوف بون، ده معناه انا عندي بون لكن البون بتاعي بينمو، بينمو في الطول، بينمو في الويتس. انا عندي تشايلد انا هيكبر ومع زياده الحجم لازم التشايلد ده يطول يتخن، البون لازم يبقى سك علشان يبقى كاري الويت، الويت بيزيد. يبقى انا عندي جروس يعني بون بيزيد، اوسيفيكيشن ما عنديش بون وبكون بون فروم ذا ستارت. طيب الجروس هنا بيبقى في حل في حاجتين، في اللينس وفي الويتس. اللينس يعني الطول والويتس يعني ايه يعني العرض. يبقى انا البون بتاعي هيزيد في الطول وهيزيد في العرض. طيب كده الزياده في الطول، الزياده في الطول هتحصل من الابيفيزيال لاين. يبقى الابيفيزيال لاين هو المسؤول عن الزياده في الطول للبون بتاعي. ازاي الكلام ده؟ ان بيحصل في changes في الجزء ده. نفكر بعد كده الابيفيزيال لاين عباره عن ايه، هايلاين ولا الاستيك ولا فايبر كارتريج؟ طبعا هايلاين، يعني اصلا البون كله كان هايلاين وقلنا ان الحته دي اتثابت ما حصلهاش اوسيفيكيشن، يبقى اكيد الابيفيزيال لاين دي عباره عن هايلاين كارتليج، مش كده؟ تمام. طيب ايه اللي بيحصل؟ بيحصل تشينجز متتاليه بتديني في النهايه زياده في الطول. ايه التشينجز دي؟ هم خمس مراحل بيتعرض ليهم الابيفيزيال لاين عشان يوصل ايه لنهايه الكلام بتاعي. طيب نشوف كده، بصوا كده. اول حاجه عندي انا عندي كارتليج. طيب الكارتليج ده هسميه ايه، زون اوف ريستنج كارتليج. يبقى انا عندي كارتليج موجود في الريست ستيج ما اتغيرش. تمام. طيب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان جزء من الكارتليج ده يبدا يدخل في زون من البروليفريشن، زون من بروليفريشن. تمام. يعني ايه الكلمه دي؟ يعني معنى كده ان الكوندروسايت دي هتزيد في العدد، هتبدا تزيد في العدد وتترص على شكل ايه، على شكل صفوف اهي، رو اوف كوندروسايت. طيب الخلايا دي بتزيد في الحجم اهي، بتزيد في الحجم.
بسميها ايه؟ زون اوف هايبرتروفيك كارتليج، يبقى عندي بروليفريشن ويحصل لها بعد كده انكريس في الحجم فبسميها هايبرتروفيك كارتليج. طيب مع زيادة الحجم وزيادة العدد، النيوتريشن اللي جاية لها دي قليلة ما بتكفيهاش، فبيحصل لها ايه؟ بيحصل لها ستوب للجروس، وبتبدأ جرادولي يحصل لها ايه؟ يحصل لها ويكنس. طيب المرحلة دي بيبقى ان كوردينيشن مع ايه؟ مع دخول الكالسيوم للجزء ده عن طريق انفيجن اوف ذا بلاد سبلاي. يبقى هنا بيحصل انفيجن لبلاد سبلاي، البلاد سبلاي بيدخل ويبدأ يحمل او يبقى كاري معاه كالسيوم. الكالسيوم يبدأ بقى ايه؟ يبقى مع في نفس الوقت الكالسيوم مع ال undifferentiated cells اللي هي موجودة في البلاد تبدأ تتغير لأوستيوبلاست، أوستيوبروجينيتور أول أوستيوبلاست. الأوستيوبلاست هنا بقى تبدأ بقى تعمل في وجود الكالسيوم بريسيبيتيت للفيوتشر بون ماتريكس، ويقطع لي النيوتريشن تماما عن الخلايا دي اللي هي كبرت، ويؤدي إلى الدس، بتسيب اللاكيونة فاضية، تبدأ اللاكيونة بقى invading by blood vessels وتكون البون مارو سبيسيز، ويستمر تكوين البون ترابيكيولي هنا اهي، واللي هي ايه بعد كده بقى بتتغير اللي احنا عارفين طبعا الكومباكت بون عن طريق الايه الاوستيوكلاست اللي هي بتعمل ريموديلنج للشيب. يبقى انا حصلت على حته جديده من العظم، يبقى انا عندي كارتليج جزء منه ابتدى يحصل تغيرات فيه، جزء منه ابتدى يحصل تغيرات فيه، والتغيرات دي بقى ادت الى تكوين حته او جزء جديد من العظم اللي هو اضيف الى ايه؟ الى الجزء الباقي. وفي النهايه اللي هي الزون اوف اوسيفيكيشن بيحصل بقى تشينج عشان زي ما قلنا وتتكون الفيوتشر بون كومباكت، ولو هو هيبقى موجود على البريفي مع اليونايتنج اوف ذيس سبيسز عشان يكونوا لي المدلري كابيتي. الزياده بقى في العرض اللي هي الجروس ان ويتس او الديامتر بتحصل ببروسيس اللي هي انترميمبرين اوسيفيكيشن، لان انترميمبرين اوسيفيكيشن بيحصل تشينجز في البيري اوستيوم اللي هو عباره عن كونكتيف تيشو، والكونكتيف تيشو ده بنفس الخطوات اللي احنا حصلت في انترميمبرين اوسيفيكيشن بيحصل تشينج في الاندفرنشيت ميزنكايمال سيلز وبتدفرنشيت انتو اوستيوبروجينيتور اللي هي بعد كده بتدي النيو اوستيوبلاست. الاوستيوبلاست تبدا بقى لينج داون نيو بون، ونيو بون ده بيحصل له بريسبتيشن فروم اوت سايد، والاقي البون بقى حصل له انكريزنج في الويتس مع مراعاة طبعا ان انا مش عايز الزيادة دي تكون بلا شكل، لكن انا عايز انها تاخد نفس شكل البون، فبيحصل كوبريشن ما بينها وما بين الاوستيوكلاست. الاوستيوكلاست طبعا تبدأ بقى تديني اللي هي موجودة في الفري سيرفس بتاع البيري اوستيوم، تبدأ بقى تعدل في الشكل وتحافظ على الميدالري كافيتي وتحافظ على الشكل بتاع الفاينل بون. يبقى انا في النهايه دلوقتي حصل زياده في الطول وحصل زياده في العرض عندي، وحصلنا على انكريزنج في الادلتهود. الكويس بتاعنا بس هو مش هنطول عليكم، بس يعني عشان تبقى عندكم فكرة عن الأسئلة ممكن تيجي ازاي في الجزء ده. السؤال الأولاني what is bone formation called when the bone is formed directly without using a cartridge template. أنا ما عنديش cartridge لكن هكون بون عن طريق ايه؟ عن طريق intraosseous ولا intramembranous ولا endochondral ولا endosteum. أكيد طبعا intramembranous لأن هو اللي هو بيبقى membrane بيتحول إلى بون. Bone formation that occurs directly in the embryonic connective tissue is referred to as intramembranous ossification. تمام. طيب.
Havergian canals are lined by endosteum, present at right angles to the longitudinal axis of long bone, contain blood vessels and nerves, both A and C, not connected to each other. هي lined by endosteum. مع الريسيرشز اثبتت ان هو بيبقى lined with endosteum زيها زي البون مارو سبيسز. present at right angle طبعا لا ماشي to the longitudinal هي parallel للونجتودينال مش right angle. contain blood vessels and nerves sure يبقى اخر واحده not connected to each other sure not انها connected عن طريق اللي احنا قلنا عليها البولكمانز كانال يبقى الاجابه هي دي. Which of the following structures is a fully grown bone would be closest to the endosteum? هل هو Virchian system؟ هل هو interstitial lamellae, inner circumferential lamellae, osteogenic layer of periosteum? Inner circumferential lamellae هي الأقرب إلى الاندوستيوم في البون formation. ان شاء الله اكون استفدتوا معايا يا جماعه، وانا عارف محاضره البون تقيله شويه، لكن لو احنا سمعناها وقررنا سماعها وقرينا اللي احنا موجود في الهاند اوت ان شاء الله تطلعوا بنتيجه كويسه. وانا طبعا معاكم في اي سؤال محتاجينه، وربنا يوفقكم ان شاء الله باذن الله. يلا السلام عليكم.